نتواجد الآن في منطقة الأشغال العسكرية شرقي ضاحية الأسد بحرستة، حيث حاولت بعض العصابات الإرهابية التسلل من مزارع دومة وحرستة باتجاه الجرف الصخري شمال شرق الضاحية والاعتداء على عدة نقاط عسكرية من الخلف، فتصدت لها وحدات جيشنا الباسل وكبدت المهاجمين خسائر في العتاد والأفراد. وتقوم وحدات الجيش الآن بتمشيط منطقة الخرق التي تسللت إليها تلك العصابات بالقرب من ضاحية الأسد، وتنظيف النقاط القريبة من الأستراد الدولي وإعادة الوضع على ما كان عليه. صباح يوم الجمعة قامت مجموعة مسلحة إرهابية بالتسلل من بساتين دومة وحرستة مستغلة ظروف المناخ إلى الجروف الصخري في المنطقة الشرقية لضاحية الأسد والأشغال العسكرية، مستغلة الجروف الصخري بالتقدم عبر الإنشاءات العسكرية أو الأشغال العسكرية للدخول إلى ضاحية الأسد. مجموعات الجيش العربي السوري المتواجدة بالمنطقة الشرقية لضاحية الأسد صدت تلك المجموعات الإرهابية ومنعتها من التقدم باتجاه الضاحية. لا يوجد أي خرق لمنطقة ضاحية الأسد، وتتابع المجموعات الجيش العربي السوري من دحر المجموعات الإرهابية وتكبيدها الخسائر الفادحة وتنظيف منطقة الأشغال العسكرية من العصابات الإرهابية المجرمين. كما نشاهد بدأت وحدات المشاة بالتقدم باتجاه النقاط التي حصل عليها بعض الخروقات. نحن نقوم بالتغطية للقوات المتقدمين من الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني، وتم الوصول للمهمة المطلوبة. من منطقة الأشغال العسكرية شرق ضاحية الأسد بحرستة، مراسل الإدارة السياسية.